وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى ما ترتب من أثر نفسي على المؤمنين على مقولة الذين أرجفوا بهم أو حاولوا أن يرجفوا بهم بأن الناس قد جمعوا لهم ودعوهم إلى خشيتهم، وهو أن هذه المقولة زادتهم إيمانا، ذكر سبحانه وتعالى ما ترتب على ذلك من أثر قولي عليهم، وهو أنهم جسدوا هذا الإيمان بمقولتهم هذه. فكما أن ذلك القول ما أثر عليهم زعزعة في نفوسهم ولا اضطرابا في ألبابهم، وإنما زاد إيمانهم رسوخا، كذلك تبعه قول يجسد هذا الإيمان، وهو أنهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والحسب هنا بمعنى المحسب، وهو الكافي. فكلمة حسب تدل على الكفاية، يقال حسبه كذا. ومن أجل أنها من الكلمات التي تلزم الإضافة، فإنها تعامل معاملة قبل وبعد عندما تقطع عن الإضافة بحيث تبنى على الضم. فيقال عندي درهمان فحسب، فتبنى هذه الكلمة على الضم بسبب هذا القطع عن الإضافة. ومن العلماء من قال بأن الحسب مصدر، ومنهم من ذهب إلى أنه اسم فعل، ولكن ابن هشام يرد ذلك بأن اسم الفعل لا تدخل عليه العوامل، وحسب من الكلمات التي تدخل عليها العوامل، كما في قول الله تبارك وتعالى: فإن حسبك الله. وكذلك يدخل عليها حرف الجر وهو الباء في
في قول القائل بحسبك درهم. و حسبنا الله بمعنى كافينا الله، ذلك يدل على أن هؤلاء اكتفوا بالله سبحانه وتعالى ولم يعولوا على غيره، ورجوا منه وحده النصر والتأييد، ولم يلتفتوا إلى ما كان من الإرجاف بهم بما قيل من أن الناس قد جمعوا لهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الواو عاطفة للمحكي على المحكي، وإن جوز جماعة من المفسرين أن تكون عاطفة للحكاية، ومعنى ذلك أن هذه المقولة قيلت بعدما نقل عنهم قولهم حسبنا الله، وليس ذلك بشيء. ومما يرد ذلك ما جاء من الروايات الكثيرة التي تدل على فضل حسبنا الله ونعم الوكيل، أي أن يأتي الإنسان بهاتين الجملتين جميعا، حسبنا الله ونعم الوكيل، جملة معطوفا عليها وجملة معطوفة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل لأصحابه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قال حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك جاء في رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر مسح على لحيته وشعره وتنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل. ذلك كله مما يؤيد أن هذه الواو إنما عطفت محكياً على محكي. وهؤلاء الذين رددوا قول حسبنا الله ونعم الوكيل لا ريب أنهم إنما رددوه بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي عبارة ولا ريب تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من الواضح بداهة أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو أول من قال حسبنا الله ونعم الوكيل، على أنه لا يبعد أن يكون أمرهم بقولها فقالوها. وقد بحث المفسرون وعلماء العربية العطف الذي هو عطف نعم الوكيل على حسبنا الله، نظرا إلى أن الجملة السابقة كانت جملة خبرية والجملة اللاحقة هي جملة إنشائية، وقد استقر عند الكثير على أن الإنشاء لا يعطف على الخبر ولا العكس،
عندما تعطف جملة على جملة لابد أن تكون الجملتان إنشائيتين معا أو خبريتين معا. ولا ريب أن الجملة ونعم الوكيل جملة نعم الوكيل إنما هي إنشاء مدح لله تبارك وتعالى، فهي جملة إنشائية. أما الجملة حسبنا الله فهي جملة خبرية. وقد تكلفوا في الإجابة على ذلك بما يطول، حتى أن الألوسي مع إطالته في هذا عد ما ذكره لا يعدو أن يكون بمثابة الطل من الوبل. وهذا كله مما لا داعي عليه، لا داعي إليه، فإنه لا مانع من عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية والعكس. هذا ما نجده في القرآن الكريم نفسه كثيرا، كما في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، قوله: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فلا داعي إلى هذا البحث الذي تكلفوه. وقوله سبحانه فيما يحكيه عن عباده هؤلاء نعم الوكيل إنما هو تخصيص لله تبارك وتعالى بالمدح، أي نعم الوكيل هو سبحانه، فهو المخصوص بهذا المدح الذي تدل عليه نعمة. والوكيل إنما يكون بحسب المعنى الذي يقتضيه المقام. فقد يكون الوكيل المناصر والمدافع، كما في قول الله تبارك وتعالى: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فهنا الوكيل بمعنى المناصر والمدافع. وقد يكون الوكيل بمعنى الكفيل والحسب، فالله تعالى يصف نفسه بأنه على كل شيء وكيل، فهو الكافي لكل شيء والكفيل بكل شيء، لأن كل ما في الكون لا يخرج عن أمره سبحانه وتعالى. فإذا الوكيل هنا من المحتمل أن يكون بمعنى المناصر والمدافع، لأن المقام يقتضي ذلك، ومن المحتمل أن يكون بمعنى الكافي أو الكفيل، والمعنيان متقاربان. ورجح الفخر أن يكون المراد بالوكيل معنى الكافي، نظرا إلى ما تقدم، فإنه يقول بأنه مما يتلاءم في نسق الكلام أن يقول القائل: الله خالقنا ونعم الخالق، وأن يقول: الله رازقنا ونعم الرازق، ولا يتناسق كلامه إذا قال: الله خالقنا ونعم الرازق. فإذا بناء على هذا الوكيل هنا بمعنى الكافي، لأن الحسب أيضا بمعنى الكافي. وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، بجانب كون
ما ذكر لهم زاد إيمانهم رسوخا وزادهم صلة بالله سبحانه وتعالى، وذلك أثر نفسي كما قلنا، عبروا عن هذا الشعور الكامن في تضاعيف نفوسهم بأن قالوا أيضا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل، والله ذو فضل، ذو الفضل العظيم. كان من أثر هذا الذي حصل لهم من زيادة الإيمان في نفوسهم أنهم عادوا بفضل من الله، بنعمة من الله وفضل، وأنهم اتبعوا رضوان الله، وأن السوء لم يمسهم، وقاهم الله تبارك وتعالى السوء ببركة هذا الأثر العظيم الذي حصل لهم مما سمعوه، وهو دليل على أن الحالة تبدلت تماما في مدة قصيرة، فإنهم كما قلنا في الدروس السابقة أخذوا درسا مما حصل لهم. وهكذا شأن المؤمنين، أن يكونوا معتبرين بجميع الأحوال، فإن المؤمن كثير الاعتبار، لا تمر به حادثة إلا وهو يتملاها ويدرسها من جميع جوانبها، ويأخذ منها العبرة، وينقلب منها بالفائدة الكبيرة. فما رزئوا به في غزوة أحد كان سبباً لهذا الانقلاب العظيم الذي حصل في أحوالهم، كان انقلاباً هائلاً. في أحد كما هو واضح مما ذكر، رغبوا في الغنائم، ووقع التخلي عن الأماكن التي أهدى إليهم أن يحافظوا عليها، فكانت تلكم اللطمة التي أصيبوا بها فجندلت أبطالهم وجرحت رجالهم، وقعوا فيما وقعوا فيه، فأخذوا درسا من ذلك ليلزموا طاعة الله تبارك وتعالى في جميع أحوالهم، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي ولا ريب طاعة له عز وجل، حتى لا ينفكوا عن أمره صلى الله عليه وسلم في كل حال من الأحوال. لزموا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله إنما هو بناء على القول بأن هذه الآيات إنما تدل على قصتهم في ذهابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد. وهذا ما قاله الأكثرون من المفسرين، ومنهم من قال بأن الآيات إنما تحكي قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه للقاء أبي سفيان ومن معه، بحسب المواعدة التي كانت بينهم في بدر في العام القابل. وهذا استبعده الكثير، لأن الله تبارك وتعالى قال في هؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، وقد كانت إصابتهم بالقرح إنما هي في غزوة أحد،
فذهابهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد لأجل إرهاب المشركين كان ذلك من بعد ما أصابهم القرح، إذ كانوا مكلومين بما أصابهم من جراح، إلا أنهم تحاملوا على أنفسهم حتى ذهبوا صابرين محتسبين. هذا مما يدل على رجحان ما القول على رجحان القول الذي ذهب إليه الجمهور. وإن كان من المفسرين من فسر من بعد ما أصابهم القرح، أي الذين قالوا بأن الآيات تتحدث عن قصة بدر الصغرى، أي ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى بدر بحسب المواعدة التي كانت مع أبي سفيان، الذين قالوا ذلك قالوا بأن المراد بالقرح هنا الهزيمة التي تقدمت في غزوة أحد، ولكن ذلك بعيد. ومن المفسرين من قال بأن الآية السابقة وهي قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، إنما هي هذه الآية في قصة حمراء الأسد، في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين إلى حمراء الأسد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، إنما هي في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى بدر للقاء أبي سفيان ومن معه. هذا الرأي قاله طائفة من السلف، وهو الذي أول عليه الفخر الرازي، وحقيقة الأمر يستبعد هذا، لأن قوله فانقلبوا الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، فلا يمكن أن تصرف إحدى الآيتين وهي الآية السابقة إلى قصة وقعت على أثر غزوة أحد مباشرة، وأن تحمل آية ثانية على قصة وقعت بعد عام، مع قوله سبحانه وتعالى فانقلبوا، هذا ربط ما بين الآيتين، وهو يوحي بأن القصة قصة واحدة. ولعل أقرب من هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الآيات مشتملة على القصتين جميعا، أي كلها تتحدث عن القصتين جميعا، بحيث سوغ هؤلاء أن يكون نزولها تأخر حتى وقعت القصتان المتشابهتان، فاشتملت الآيات جميعا على القصتين جميعا. هذا أقرب من القول بأن الآية الأولى إنما هي في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، والقصة الثانية في قصة ذهابه إلى بدر. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، أي رجعوا. ومن العلماء من يعتبر الانقلاب أخص من الرجوع، فإن الانقلاب يدل على تحول الحال، كما يقال انقلب الجبان الشجاع، أي تحول من حال إلى حال، أو انقلب الحليم جاهلا، أو انقلب الجاهل حليما.
فإن ذلك يدل على تحول من حال إلى حال. وقوله فانقلب يدل على الخروج، أي فخرجوا فانقلب، ومعنى ذلك أن في الكلام حذفا يقتضيه المقام، وهو من الإيجاز المعروف عند أهل البلاغة، وله شواهد كثيرة في الكلام البليغ وللقرآن الكريم منه النصيب الأوفر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وقلنا لموسى اضرب بعصاك الحجر فانفلق، أي فضرب فانفلق. معنى هذا أنهم خرجوا إلى المكان الذي حذروا من الخروج إليه، واستعدوا لمواجهة أعدائهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضله. هذا هو الذي دعا جماعة من المفسرين أن يقولوا بأن القصة إنما هي في بدر الصورة، أو أن الآية أن هذه الآية في قصة بدر الصورة. ذلك لأن انقلابهم بالنعمة فيما قالوا بالسلامة والفضل بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من رزق، فهم خرجوا واشتروا ما اشتروا من سوق بدر، فربحوا في تجارتهم حتى عادوا كما قيل بالدرهم درهمين. وجاء في بعض الروايات كما روى ذلك البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى قافلة كانت تحمل ميرة فباعها فربح فيها، فقسم ذلك على أصحابه، قالوا هذا هو الفضل. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الفضل، تفسير النعمة بالسلامة والفضل بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الربح في التجارة. وقال ذلك جماعة منهم من فسر النعمة بالعافية، ذلك قريب من قول ابن عباس. وكذلك منهم من قال بأن النعمة هي الثواب الأخروي والفضل ما أوتوه من فضل دنيوي، ومنهم من قال بأن المقصود بالنعمة سلامتهم مما كانوا يخشونه من أعدائهم، أما الفضل فهو الأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم في الدار الآخرة. ولا ريب أنهم رجعوا بذلك كله، انقلبوا بهذا كله وبما هو أكثر منه، فإنهم رجعوا موفورين من كل ناحية، فقد آتاهم الله سبحانه وتعالى، منحهم الله سبحانه وتعالى السلامة من عدوهم حيث ألقى الرعب في قلوب عدوهم، ثم مع ذلك هم أيضا اكتسبوا المكانة بين الناس، لأن هذه الحادثة سواء قلنا هي حادثة حمراء الأسد أو قلنا هي حادثة بدر الصورة أورثتهم أزا، بحيث تبين فشل عدوهم ونجاحهم، فإنهم مع ما أصيبوا به تجردوا للقاء العدو، بينما العدو نكل عن لقائهم ونكص عن ذلك، فكانت تلك هزيمة على عدوهم وكان ذلك نصرا لهم. فهذا من النعمة، ومن هذه النعمة ومن هذا الفضل ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنهم ازدادوا إيمانا بما سمعوه من أولئك المرجفين
فهم كسبوا خيرا عظيما بزيادة الإيمان، فزادهم إيمانا، أي هذا القول الذي سمعوه من عدوهم إنما زادهم إيمانا. وما أعظم هذا المكسب، أن يزداد إيمانهم بما يقلق الناس عادة. هذا كله إنما هو من جملة النعمة التي انقلبوا بها والفضل الذي انقلبوا به، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، فسر السوء بالقتل، وفسر بالأذى، وفسر بما حصل لعدوهم من الرعب الذي أبعده عنهم، فسر السوء بكل ذلك. وجملة لم يمسسهم سوء جملة حالية، أي مع هذا الذي نالوه من نعمة الله تعالى وفضله، ما كان هنالك ما يكدر هذه النعمة وما يقلل من شأن هذا الفضل من إصابتهم بالسوء، بل مع ذلك كله كانوا محوطين بعناية الله سبحانه وتعالى، فلم يمسسهم أي سوء، شملتهم رعايته وعنايته وأبعدتهم عن كل سوء. والجملة التي الجملة الحالية الفعلية المصدرة بلم، أي الجملة الفعلية التي صدرت بلم، إن وقعت حالا يجوز أن تقترن بالواو مع وجود الضمير العائد إلى ذي الحال، يجوز أن تقترن بالواو وألا تقترن بها. فمثال الاقتران قول الله تبارك وتعالى: أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. جملة لم يوحى إليه شيء جملة حالية، وقد اقترنت هنا بواو الحال. وكذلك قول كعب: لا تأخذني بما قال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. قوله لم أذنب جملة حالية وقد اقترنت بالواو. وقد لا تقترن بالواو كما في هذه الآية، وكما في قوله سبحانه وتعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. هنا ما جاءت مقترنة بالواو. فقوله سبحانه وتعالى لم يمسسهم سوء جملة حالية، مع هذا الذي غنموه لم يمسهم أي سوء، كانت حالتهم تلك، واتبعوا رضوان الله. ومع ذلك اتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى بحيث خافوه وحده، ولم يخافوا عدوهم، لم يخافوا الشيطان وأولياءه، وإنما خافوا الله سبحانه وتعالى، فجنبهم الله سبحانه وتعالى شر الشيطان وأوليائه، ونصرهم على عدوهم، ومكن لهم من أعدائهم. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فضل الله تبارك وتعالى فضل عظيم، فمن فضله أن حول حالهم مما كانوا عليه إلى ما انقلبوا إليه، بحيث كانت الهزيمة أثرت على نفوسهم، وإذا بهذه الواقعة تعيد إلى نفوسهم الطمأنينة والثقة، فلا يتزعزعون أمام أعدائهم،
ومن فضله سبحانه وتعالى أن جمع لهم خير الدنيا وخير الآخرة، فهم أحرزوا السلامة وأحرزوا أيضا المغنم المالي بما عادوا به من ربح، ومع هذا أيضا كتب الله تبارك وتعالى لهم أجر. إذ أدت هذه غزوة لهم وإن لم يقاتلوا فيها، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هي غزوة؟ فأجابهم بأنها غزوة، لأنهم خرجوا متجردين مخلصين لله سبحانه، فكان من فضل الله سبحانه أن كتب لهم الأجر العظيم على هذا الذي أقدموا عليه، ومن الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أورثهم العزة وأورثهم الهيبة والوقار، وصار الخزي لعدوهم. ففي وقعة بدر الصورة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر ولم يوافهم بها أبو سفيان، كان ذلك خزيا على أبي سفيان وأصحابه، إذ جند الأجداد وكان عددهم كثيرا بلغوا 2000، وكان معهم 50 فرسا. وبعد ذلك عادوا من أسفان أدراجهم إلى مكة المكرمة، فعجروا بمكة، وسمي جيشهم جيش السويق، قيل لهم بأنهم خرجوا لشرب السويق، فكان هذا عيبا عليهم. ولذلك أراد أبو سفيان بعد ذلك أن يرد الاعتبار لنفسه ولمن معه من قريش، فحاول أن يؤلب العرب جميعا على المسلمين في غزوة الأحزاب. فذهب إلى غزوة الأحزاب يقود تلك الحملة الظالمة الجائرة، وما عادوا بسوء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فكل ذلك كان خيرا للمؤمنين، وكان نصرا، ولم تمنهم أي أولئك المشركين، لم تمنهم أنفسهم بعد غزوة الأحزاب أن يغزوا المؤمنين، إنما بقوا في أماكنهم وغزاهم الإيمان، غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، فمكن الله تبارك وتعالى منهم. ثم إن الله تعالى قال بعد ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان، أي إنما الذي جاءكم بما جاءكم به من الإرجاف إنما هو الشيطان. فقيل إن مراد به هنا نعيم بن مسعود، أي كانت أعماله قبل إسلامه في حال شركه كانت أعمالا شيطانية، إذ حاول أن يوجف بين المؤمنين ويرجف بما قاله لأجل إثارة الرعب في نفوسهم. وقيل الإشارة إلى ركب عبد القيس، على حسب ما قيل بأن أبا سفيان ندبهم إلى ذلك، وقيل بأن الإشارة في هذا إلى أبي سفيان نفسه، فهو الشيطان. كلمته التي قالها وأرسل بها من أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت كلمة شيطانية، إنما ذلكم الشيطان، فهو إذن من شياطين الإنس، أيا كان إنما هو من شياطين الإنس. وقيل بأن الشيطان المعني هنا إنما هو الشيطان المعهود، لأنه هو الذي وسوس لهؤلاء،
لأن يقولوا ما قالوه. هو الذي أوحى إليهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هو الذي أوحى إليهم بأن يقولوا ما قالوه، فإذا هو الشيطان. إنما ذلكم الإشارة إلى الشيطان، ولا يبعد أن يكون المعنى أن الذي جاءكم بما جاءكم به إنما تقبص شخصية الشيطان، أو إنما هو شبيه بالشيطان، فيكون ذلك من باب التشبيه البليغ الذي تحذف معه أداة التشبيه. واسم الإشارة هنا مبتدأ، والشيطان خبر، أي هو الشيطان، ما هو إلا شيطان، إنما تفيد الحصر، ما هو إلا شيطان. وبناء على هذا فقوله بعد ذلك، قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك يخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذه الجملة تكون إما جملة مستأنفة لبيان الشيطنة هذا الذي جاءهم بما جاءهم به، وإما أن تكون معنى هذا الجملة استئنافية مبينة لشيطنة، مبينة لشيطنة هذا الذي جاءهم بما حاول أن يرجفهم به، وإما أن تكون هذه الجملة جملة حالية، لأن الحال تأتي في مثل هذا الموقع، كما في قوله تعالى فتلك بيوتهم خاوية، فتلك بيوتهم خاوية، فخاوية مفرد هنا حال، وهذه الجملة حلت محل المفرد، فمن المحتمل أن تكون هذه الجملة أيضا جملة حالية. إنما ذلكم الشيطان، هناك إعراب آخر ذكره ابن عطية وعول عليه ورد ما سواه، ولكنه غير ظاهر، وهو أن يكون قوله سبحانه وتعالى ذلكم مبتدأ، والشيطان مبتدأ ثاني، ويخوف خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول. هذا بعيد، فالإشارة إلى ماذا؟ فإن كان حاول أن يرد الإشارة إلى كل ما سبق من قول، أي إن الشأن أو القصة الشيطان يخوف أولياءه، يستبعد ذلك على أن المبتدأ الثاني كما قال أبو حيان في رده على كلام ابن عطية لابد من أن يعاد نفس المبتدأ الأول، أو أن يكون هنالك رابط يربطه بالمبتدأ الأول، وليس ما هنا كذلك. لذلك تبين أن القول الذي ذكرناه هو أرجح، على أنه يجوز أن يكون الشيطان بدلاً أو عطف بيان من اسم الإشارة، وسوغ آخرون أن يكون وصفاً، وهذا أبعد، لأن الشيطان وإن كان مشتقاً إلا أنه صار علماً على إبليس، وصار أيضاً يطلق على كل من كان من حزب إبليس، فيبعد أن يكون وصفاً. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياءه، فالمفعول الأول محذوف، وأولياءه هم مشرك قريش، فهو يريد أن يخوفكم أولياءه،
يجوز حذف المفعول الأول لأجل دلالة المقام عليه، كما في قول الله تعالى يعني هذا شائع، ومثل ذلك ويحذركم الله نفسه، هذا جمع المفعولان جميعا، لكن جاءت آية فيها يحذركم من غير أن يذكر المفعول الأول. فإذا المفعول الأول هنا هو محذوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، بحيث يحاول أن يلقي الرعب في قلوبكم من أوليائه، يخوفكم قريشا وهم أولياء. ومنهم من قدر يخوفكم بأوليائه، وهذا هو الذي قاله الفراء والزجاج وأبو علي، وأول عليه القرطبي والفخر الرازي. ولكن لا داعي مع كون خوف يتعدى إلى مفعولين، لا داعي إلى تقدير حرف الجر، فإن خاف يتعدى إلى مفعول واحد، خفت هذا الأمر، أخاف الله رب العالمين، خاف يتعدى إلى مفعول واحد، والتعدية إلى مفعولين، تعدية هذا الفعل إلى مفعولين إنما تكون إما بالهمزة وإما بالتضعيف، فهنا التعدية جاءت بالتضعيف. وعند إمكان التقليل من المقدرات لا داعي إلى التكثير منها، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، هذا هو رأي الجمهور. وذهب السدي وغيره إلى أن المراد يخوف أولياءه، أي يثير الخوف في نفوس أوليائه وهم المنافقون، يثير الخوف في نفوس أوليائه وهم المنافقون، وأنتم لستم من أوليائه حتى تخافوا، كما يخاف أولئك المنافقون من أثر وسوسة الشيطان التي يوسوسها. فالشيطان وسوس للمنافقين بحيث أثار في نفوسهم الخوف من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناجزة عدوه، وتثبطوا وثبطوا عن ذلك. فهو يخوف أولياء، أي المنافقين. وعلى هذا فالمفعول الأول هو المذكور هنا، والمفعول الثاني محذوف، أي يخوف أولياءه المخاوف التي تترتب على الخروج إلى مناجزة العدو. ولكن ذلك يبعده قوله سبحانه وتعالى فيما بعد فلا تخافوهم، فلا تخافوا أولياءه. إذن المعنى الصحيح إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أولياء فلا تخافوهم، فلا تخافوا أولئك الأولياء الذين يخوفكم إياهم الشيطان. وإن كان أولئك الذين ذهبوا هذا المذهب قالوا بأن الضمير إنما يعود إلى الناس في قول فلا تخافوهم، أي فلا تخافوا الناس الذين تقدم ذكرهم في قولهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وإنما يترجح أن الضمير عائد إلى الأولياء لأنه أقرب مذكور، والضمير إنما يعود إلى أقرب مذكور مع تأتي ذلك، أي ما لم تكن هنالك قرينة تصرف هذا الضمير لئلا يعود إلى القريب، فعندئذ يسوغ أن يعود إلى البعيد. فلا تخافوا، أي لا تخافوا هؤلاء الأولياء. الله تبارك وتعالى
ينهى عباده هنا أن يخافوا أولياء الشيطان، يأمر المؤمنين بأن يلتزموا الخوف منها، أن يقصروا خوفهم على الله بحيث لا يخافون غيره، فلا يخافون من أعدائهم أولياء الشيطان، لأن خوف الله تبارك وتعالى ملأ قلوبهم. ووقع لبعض الناس إشكال هنا في كون المؤمنين يؤمرون ألا يخافوا إلا من الله، ألا يخافوا أولياء الشيطان، مع أن الخوف أمر فطري، ومن شأن الإنسان إذا قيل له بأن عدوه بيت له وعدوه يفوقه عددا وعددا، أن يثور الخوف في نفسه من عدوه، فكيف أمروا بإزالة أمر فطري طبيعي لا يملكون إزالته من نفوسهم؟ وقد أجاب عن هذا الإشكال الإمام محمد عبده، أجاب بأن الخوف وإن كان يغشى النفوس إلا أن تلك النفوس بحسب تعاملها مع هذا الخوف إما أن ترسخه وإما أن تبعده، فإن من شأن الإنسان الذي إذا طرأت وسوسة لنفسه أخلد إلى هذه الوسوسة واستجاب لها أن تتنامى في نفسه حتى تسيطر على نفسه، وإن كان بعكس ذلك بحيث يقاوم هذه الوسوسة ويحاول أن يبعدها عن نفسه، ويأتي من الأعمال ما يجنبه إياها، بحيث يأتي من الأعمال ما يكون ضدها، يقدم عندما تكون الوسوسة داعية إلى الإحجام، ويتشجع عندما تكون هذه الوسوسة داعية إلى الجبن، فإن هذه الوسوسة تزول في هذه الحالة، فوسوسة الشيطان بالخوف إنما تزول عندما يقاومها الإنسان. ومع هذا كله فإن المؤمن أمر بأن يخشى من الله سبحانه وتعالى، وذلك عامل مهم في إزالة الخوف من غير الله، فبقدر ما يكون الإنسان خائفا من ربه سبحانه وتعالى يكون قليل الخوف من غيره تبارك وتعالى، بقدر ما يعظم خوف الله تعالى في نفس العبد يتضاءل الخوف من غيره سبحانه وتعالى. فالمؤمنون إنما يخشون الله تبارك وتعالى لرسوخ إيمانه، ولذلك الله تبارك وتعالى قال هنا فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين الصادقين في إيمانكم فلا تخافوا أولئك وخافوني وحدي، إنما الله تبارك وتعالى وحده هو أهل لأن يخاف، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرف الأمور، وقد تنقلب الأمور بخلاف ما يتبادر إلى الناس عندما ينظرون إليها بادئ ذي بدء، قد تنقلب، قد يصير المغلوب غالبا ويصير الغالب مغلوبا، ويصير القوي ضعيفا ويصير الضعيف قويا، ولا ينظر إلى الأمور بالمقاييس المادية، فإن الآثار النفسية آثار بالغة في تحويل الأمور وتبديلها من وضع إلى وضع ومن حال إلى حال. فلذلك أمر المؤمنون أن يخافوا الله تبارك وتعالى وحده، فلا تخافوهم وخافوني، أي خافوا مني لأنني المتصرف بكل شيء، ولأن منقلبكم إلي، وقد حذرتكم من أن تستجيبوا لداء الشيطان وأن تخافوا أولياءه، فليس لكم أن تخافوهم وليس لكم أن تستجيبوا لداعيه، إنما عليكم أن تستجيبوا لداء الحق الذي يدعوكم إلى طاعتي ويدعوكم إلى تجنب معصيتي
وقد أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإقدام على الجهاد، فكان ذلك حافزاً لأن يقدموا على ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالإقدام عليه. على أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو الذي يقي الإنسان وساوس الشيطان ويقيه الاستجابة لداء الشهوات. فالخوف من الله هو سبب تذكره. الله تبارك وتعالى ناط التذكير في كتابه والإنذار بالخوف منه، أي أثر التذكير إنما يكون على من يخاف الله تبارك وتعالى. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى. فالذين يخشون الله تبارك وتعالى هم الذين يتذكرون. والخوف من الله سبحانه هو الذي يقي الإنسان من الاستجابة كما قلت لشهوات نفسه، فهو يحول بينه وبين هذه الشهوات. ما الذي يجعل الإنسان وهو في ميعة شبابه وقد يكون أعزب أو يكون في بلد نائم والشيطان يوسوس له أن يزني ومع ذلك يمتنع أن يستجيب لهذه الدعوة، مع أن الشهوة في هذا الأمر عارمة في نفسه متأججة في غريزته؟ وإنما خوف الله تبارك وتعالى هو الذي يحول بينه وبين ذلك. كذلك المحافظة على الأمانات وعدم خيانتها. قد يكون الإنسان محتاجا وليس عليه رقيب من أي أحد، إنما الرقيب الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يحيط به علما فيخشاه ولا يقدم على خيانة الأمانة. وهكذا كل استقامة إنما منشأها من خشية الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، أي من خاف أسرع السير، ومن أدلج من أسرع السير بلغ المنزل. فالذي يخشى في سيره في الليل يسرع حتى يبلغ المنزل الآمن. وكذلك الذي يخشى من الله تبارك وتعالى يسرع ليبلغ مرضاة الله، ليصل إلى المنزل الذي يتبوأه عند الله، وهو الجنة التي هي سلعة الله تعالى الغالية. وجاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الخوف بقدر المعرفة. فبقدر معرفة الإنسان بربه سبحانه وتعالى وبأحوال الغيب ورسوخ هذه المعرفة في نفسه بحيث يتفاعل معها يكون خوفه من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما بها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع فيه جبهته ساجدا لله. فما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، والذي نفسي بيده إني وددت أن أكون شجرة تقدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع علو منزلته ومع ما بشره الله تعالى به من كونه عليه أفضل الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول هذه المقولة: يتمنى لنفسه أن تكون شجرة تجذم، أي تقطع. فكيف بنا؟ كيف بسائر الناس مهما بلغت درجاتهم؟ وكيف بنا ونحن نغدو ونروح على معصية الله تبارك وتعالى؟ فإذا على الإنسان أن يخشى الله تبارك وتعالى
لتكون خشيته واقعة له من ارتكاب محارمه عز وجل، على أن الخشية من الله هي التي تحرر النفس من الخشية من غيره. فالمؤمنون الصادقون الذين كانوا يخشون الله تعالى ويتقونه هم الذين مكن الله تعالى لهم في الأرض، واجهوا القوى العاتية، قوى الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى مع عتوها واستكبارها وعلوها، وما كان لها من أنصار، ما كان لها من عدد وعدد، ومع ذلك اندحرت تلك القوى الكافرة أمام هذه القوة التي تبدو ضعيفة بحسب المعايير المادية أمام قوة أعدائها. انتصرت هذه القوة المؤمنة على تلك القوة الكافرة مع قلة هذه ومع كثرة تلك، ومع ضعف هذه ومع قوة تلك، انتصرت هذه القوة التي تبدو ضعيفة إلا من إيمانها بالله سبحانه وتعالى. فإذا القوة إنما يستمدها الإنسان من خشيته من الله تبارك وتعالى. ونحن نرى الآن مع ما أصيب به المؤمنون، ما أصيب به المسلمون من تنكب الصراط وعدم استمساكهم بالكتاب العزيز وعدم استمساكهم بالسنة النبوية من أثر الغزو الأجنبي الذي دمرهم هذا التدمير، مع هذا كله نجد الجندي المسلم في الثبات أقوى بكثير من غيره، وشواهد الحال تدل على ذلك. فهذا كله مما يدل على أن الخوف من الله تبارك وتعالى له أثر كبير. فكيف ولو تجرد المسلمون من الخوف من غير الله تبارك وتعالى، وأخلصوا خوفهم لله، وكان رجاؤهم في الله سبحانه وتعالى بحيث لا يتعلقون بأحد من خلق الله، إنما يتعلقون به تبارك وتعالى وحده، فلا بد من أن يصدقهم الله تعالى وعده. فإن الله تعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ويقول: إن تنصروا الله ينصركم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده المؤمنين نصر معزرا: اللهم انصرنا على أعدائك، أعداء الحق والدين، اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفل حدهم وأقلل عدهم واردد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامحوا آثارهم وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم افعل بهم كما فعلت بثمود وعاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم سوط عذاب وحل بينهم وبين ما يشتهون كما فعلت بأشيائهم من قبل، واجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب العالمين، وخلص عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من قهرهم ومكرهم ودسائسهم وكيدهم، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.